أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فورتك، وهي الحلقة الأخيرة لعام 2015، حلقة نخصصها لأبرز التقنيات المتعلقة بالدراجات الهوائية، السيارات دون سائق والطائرات دون طيار التي تابعتموها في البرنامج خلال هذا العام. عندما نقول طوكيو تخطر بأذهاننا المئات من التكنولوجيات التي أحدثت تغييرا كبيرا في حياتنا، وطوكيو كانت وستبقى من المحطات الرئيسية التي نزورها في فورتك كل عام. نظام ذكي لركن الدراجات الهوائية تحت الأرض بطريقة آلية مستقلة بعيدا عن عيون السارقين أو عوامل المناخ. على المستخدم فقط أن يضع دراجته أمام بوابة صغيرة على سطح الأرض ليقوم النظام بسحبها تلقائيا إلى المكان المخصص لها تحت الأرض. أنيس يختبر ذلك من طوكيو. مرحبا، أنا هنا في العاصمة اليابانية طوكيو، وكما ترون أنا أستخدم هذه الدراجة للتنقل مثلي مثل 9 ملايين ساكن لهذه المدينة. جئت إلى قلب طوكيو وكما ترون أبحث عن مكان لركن هذه الدراجة الهوائية. عثرت على هذا النظام الذي سيمكنني من تخزين هذه الدراجة تحت الأرض باستخدام تقنيات متقدمة جدا. أهلا لك، نحن هنا في قلب العاصمة اليابانية طوكيو. قمت بوضع دراجة الهوائية قبل لحظات في هذا النظام، هل هي آمنة هناك؟ وهل يمكن أن تخبرنا عن التفاصيل الأولية عن هذا النظام؟ قدمت شركة جيكن هذا المفهوم قبل 15 عام في طوكيو في استجابة مباشرة للكم الكبير من الدراجات الهوائية المركونة في الشوارع، فهي تحتل أرصفة المشاة وتجعل الطريق أقل سلامة. كل واحد من هذه المنصات التي تراها هنا تخزن 204 دراجات هوائية مع متوسط 30 ثانية لاستعادة الدراجة. هذه المحطات تشغل مساحة صغيرة فوق الأرض، مما يعني إخفاء الفوضى بعيدا عن الشوارع. كيف يعمل هذا النظام؟ قمت قبل قليل بوضع دراجتي عند هذه البوابة الصغيرة وتم سحبها لتكون بعيدة عن نظري، ولكن ما الذي يحدث لهذه الدراجة بعد أن تختفي وراء الباب؟ في الواقع إنه أمر سهل، كل شخص يرغب في استخدام الخدمة يقوم بالتسجيل. بالطبع ليس من السهل أن نتعامل مع كافة أنواع الدراجات، لا توجد خدمة قادرة على ذلك. على الجميع أن يتسجلوا، بعد القيام بذلك يستقبل المستخدم IC tag الذي يتم لصقه قرب العجلة الأمامية للدراجة. يستقبل المستخدم أيضا بطاقة IC وهي مشابهة لبطاقة البنك أو بطاقات المترو. يقوم المستخدم بوضع الدراجة عند البوابة، يتعرف النظام على الدراجة ويقوم بفتح مساحة صغيرة في الباب. يمسك النظام بالعجلة الأمامية وبذلك تثبت الدراجة. عندها يجب على المستخدم أن يبتعد عن المنصة في منطقة الدخول، وسيعرف النظام أنك ابتعدت من خلال مجسات مركبة على المنصة. بعد ابتعادك عن المدخل الأمر سهل، تضغط على زر البداية وتغادر. النظام سيفتح الباب وسيسحب الدراجة لمكان آمن. الباب سيفتح وستسحب الدراجة للأسفل وستدفع إلى ما يشبه الرف وتستقر هناك واقفة بشكل عادي في الاتجاه المعاكس، وعند رغبتك في الاستعادة استعادة دراجتك ببساطة تقوم بمسح بطاقتك إلى جانب الباب، وبمعدل 30 ثانية ستجلب الدراجة إلى خارج البوابة لتتمكن من سحبها. نعم،
ما هي نوعية الإجراءات التي تتبعونها لحفظ سلامة المستخدم ودراجته؟ هناك عادة خواص للسلامة مدمجة في النظام. أولها مجسات مثبتة أسفل منصة البوابة. إذا قمت بضغط زر البداية بينما لا تزال واقفاً فوق هذه المنصة فذلك سيمنع فتح البوابة. حتى إذا ضغطت على زر البداية وأنت بعيد عن المنصة وخلال تقدم الدراجة نحو داخل النظام ثم قمت بالتقدم نحو الباب فالنظام سيوقف العملية وسيرجع الدراجة إلى الخارج. لقد صمم هذا النظام لمنع دخول أي شيء غريب إليه. يتم توفير الحماية إلى أقصى حد ممكن. الخاصية الأخرى إذا كانت إحدى العجلات خارج المسار الصحيح النظام يتعرف على ما إذا كانت إحدى العجلات خارج المنطقة المحددة وهي خاصية مميزة. يكتشف النظام ما إذا كانت إحدى العجلات مقفولة وترفض الدوران فإن النظام سيوقف سحب العجلة وسينبه المستخدم. شكرا جزيلا. فلنذهب لنستعيد دراجة الهوائية التي وضعتها قبل هذه المقابلة. إذن سأقوم باستعادة دراجتي الهوائية. أقوم بوضع هذا الكرت سيتعرف علي وسيجلب الدراجة خلال 30 ثانية تقريبا. إذن نعم هذه هي دراجتي. ممتاز جدا. شكرا جزيلا. Thank you very much. And enjoy your stay in Tokyo. Thank you. Thank you. هذا النظام الذي انطلق في طوكيو وصل مؤخرا إلى لندن حيث سيتم اعتماده في عدة مواقع وسط المدينة وربما سأجربه أنا بدل الذهاب إلى طوكيو. الآن من عالم الدراجات الهوائية إلى السيارات وتحديدا تلك التي تعمل دون سائق والتي بدأت بالفعل العديد من الشركات المصنعة للسيارات بإجراء تجارب عليها. إلى أن السيارة التي أقدمها لكم من سويسرا طورتها مجموعة من الخبراء في جامعة EPFL هدفها تسهيل تنقل الطلاب داخل الحرم الجامعي. تخيل نفسك تدرس في جامعة تبلغ مساحتها 55,000 متر مربع يوجد فيها حوالي 65 مبنى ويدرس فيها 11,000 طالب. إنها المعهد التقني الفيدرالي العالي EPFL هنا في مدينة لوزان السويسرية. ربما أول ما تفكر به في هذه الجامعة هو صعوبة التنقل بين مبانيها الكثيرة، إلا أن مجموعة من الطلبة وجدوا حلا لذلك. Hello, Rafael. Hello, Nassim. Nice to meet you. Nice to meet you. Rafael, إلى أي مدى يعتبر وجود نظام للمواصلات بدون سائق مهم في جامعة بهذا الحجم الكبير؟ في جامعة كبيرة كهذه من المهم جدا التفكير بمستقبل المواصلات وأن نفهم جيدا كيف يتنقل الناس داخل الحرم الجامعي. هذه المركبة ذاتية وتعمل بشكل مستقل. إنها أحد الحلول الجديدة لمشكلة التنقل ونحن بحاجة لاختبارها هنا في الجامعة. إذن لا يوجد سائق في هذه المركبات، كيف تعمل؟ ضمن أي نظام؟ المركبة عبارة عن روبوت كبير ونحن نستخدم أشعة الليزر في نظام عملها. جهاز الليزر الأول الموجود في سقف المركبة يحدد موقعها بالنسبة لما يوجد حولها، وكذلك يوجد أجهزة ليزر في كل زاوية من زواياها الأربعة ما يسمح لها بالتعرف على أي عقبات أو أي أجسام قد تعترض طريقها وبالتالي تضبط سرعتها بعد تحديد المسافة كي تسير بأمان. لنفهم أكثر كيف يعمل الليزر ونرى المركبة من الداخل فربما نأخذ جولة فيها في الجامعة. رافائيل، ما هي سرعة هذه المركبة؟ تتنقل المركبة بسرعة تصل إلى 15 كيلومترا في الساعة. تقنياً تتمكن من السير بسرعة أعلى من ذلك بكثير،
لكن لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة حددنا لها هذه السرعة. المركبة تتبع مسار معين طبعاً، كيف تعرف هذا المسار؟ وخاصة أنه لا يوجد أي شيء مثبت تحت الأرض تتبعه المركبة. نعم هذا صحيح، لذا نقود المركبة يدوياً عند تسييرها في طريق جديدة للمرة الأولى. حينها تسجل مكان كل مبنى وكل ضوء وكل بنية تحتية موجودة حولها، وهذا يظهر باللون الأصفر على الشاشة. المركبة تعرف موقع تواجدها، فهنا في هذه الخارطة ترى الجزء الملون الذي يدل على مسار المركبة، كما تشاهد موقع كل عائق من العوائق وموقع كل مبنى من المباني. ما هو أقصى مدى لهذا الليزر؟ مع وجود الليزر في الأعلى يمكننا أن نستكشف محيطاً يبلغ مقداره 200 متر حول المركبة، ووجود عوائق أو أجسام على بعد 20 متراً. بالتأكيد يجب أن يكون هناك مركز مراقبة للتحكم بحركة هذه المركبات ومراقبة موقعها في حرم الجامعة. لدينا مركز تحكم ومراقبة لهذه المركبات. صحيح المركبات ذكية وتسير في الحرم الجامعي بشكل مستقل، لكننا نحتاج إلى مركز مراقبة للإشراف عليها، وطورنا برمجية خاصة لذلك سأطلعك عليها الآن. هذه هي غرفة التحكم الخاصة بنا، وهي أشبه ما تكون ببرج المراقبة الموجود في المطار، لكن نستخدمها للتحكم بالمركبات من خلال برنامج طورناه يعمل في الوقت الحقيقي. هنا نرى صورة عامة للحرم الجامعي وموقع المركبتين وهما تتحركان بشكل مباشر. هذه الشاشة مهمة للغاية، تظهر فيها بيانات عديدة كسرعة المركبة ومستوى شحن البطاريات فيها وعدد المستخدمين للعربات منذ بدء المشروع. من خلال الشاشة يمكنك كذلك بدء تشغيل المركبات واختيار المسار المحدد لها وعدد المركبات التي ستسير في كل خط. هاتان الشاشتان مخصصتان لمركز المساعدة، إذا حدثت أي مشكلة يصلنا إشعار أو إبلاغ بالخلل والمكان الذي وقع فيه وأي مركبة بالتحديد وطبيعة المشكلة وتاريخ ذلك. رافائيل، ما كانت التحديات الأبرز في جعل هذا النظام يعمل بسلاسة أو بتناغم وأيضا في نفس الوقت مع توفر عنصر الأمان؟ التحدي الأساسي لنا هو إضافة نوع جديد من الذكاء الإلكتروني للمركبات، لأنها لا تتصل مع بعضها البعض ولا تعرف مواقعها المختلفة. أقصد أنها لا تستطيع إعطاء أولويات العبور أو ضبط السرعة لتلبية متطلبات الجدول الزمني العام للمركبات. هذا العمل يشبه تماماً ذلك الذي يتم في برج المراقبة في المطارات، والبرنامج الذي ذكرناه يقرر المسار الذي يجب أن تتبعه المركبة وسرعتها، كما ينظم عملية عبور المركبات من شارع لآخر وأوقات التأخير وجدول المواعيد الزمنية. علمت أيضاً بأنكم تطورون تطبيق يمكن من خلاله أن يتم معرفة الوقت المطلوب للحصول على مركبة وأيضاً طلب مركبة معينة، أخبرني أكثر عن هذا التطبيق. نعم، خلال أسبوعين سنطلق تطبيقاً يسمح للمستخدم التعرف على وضعية وموقع المركبة والوقت الذي ينبغي عليهم انتظاره للحصول عليها وأيضاً استدعائها من خلال التطبيق. هدفنا الآن تطوير نظام نقل عام مثل أوبر، وسنقوم باختبار ذلك في الصيف. هل تتوقع أن نرى يوماً ما هذا النظام من المركبات دون سائق يسير في الشوارع بسهولة كما يحدث داخل الجامعة هنا؟ كي تستخدم هذه المركبات ذاتية القيادة في الشوارع يجب أن يتم تغيير القوانين، لذا علينا أن ننتظر قليلاً، لكن هذه المركبات بالفعل مناسبة لمثل هذه الأماكن المغلقة. Great. Thank you very much and good luck. Thank you. إذن كما قال رافائيل، ربما هذا كان قبل عشرات السنين ضربا من الخيال أن نرى مركبة تسير دون سائق، وأيضا الأمر يحتاج إلى الكثير من التصريحات وأيضا القوانين لجعل مركبات تسير في الطرقات، لكن على الأقل يمكن أن نراها تسير داخل مجمعات مغلقة كحرم الجامعات وأيضا ربما المستشفيات والحدائق الكبيرة لجعل التنقل أمر أكثر سهولة وأيضاً للحفاظ على البيئة.
مجموعة كبيرة من التكنولوجيا قدمناها لكم في فورتك من ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي نسعى دائما إلى زيارتها، وتحديدا وادي السيليكون. باتت استخدامات الطائرات دون طيار لا تعد وتلقى رواجا في العديد من القطاعات. من جامعة كاليفورنيا بيركلي تركز داليا على الاستخدام البيئي لتلك الطائرات، وخاصة فيما يتعلق بعلم أمراض الغابات والفطريات. تستخدم تلك الطائرات لالتقاط عينات الأشجار للكشف عن أمراض الغابات الشائعة في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نسمع عن استخدامات جديدة ووظائف مختلفة للطائرات بدون طيار أو ما يعرف بالدرونز، لكن هنا في معهد بيركلي في جامعة كاليفورنيا لهذه الطائرات استخدامات متخصصة في التقاط عينات للأشجار وتشخيص الأمراض التي يمكن أن تصاب بها. كيف يتم ذلك؟ سنذهب اليوم في جولة قصيرة هنا في هذه الجامعة مع بروفيسور ماتيو غالبريتو. ماتيو، حدثني أكثر، كيف يتم استخدام الطائرات بدون طيار لتشخيص أمراض الغابات؟ أخذ عينات من الأشجار للتأكد مما إذا كانت تحمل أمراضاً معينة أم لا أمر في غاية الأهمية. كلما كانت الأشجار المريضة قريبة من تلك السليمة زاد احتمال نقل العدوى إليها. وينتشر في كاليفورنيا ما نسميه بموت السنديان المفاجئ، وهو من الأمراض التي تنتشر في مرحلة مبكرة. وقد اكتشفنا مؤخراً أنها يمكن أن تنتقل عبر الهواء وتصيب رؤوس الأشجار، لينتقل بعدها المرض إلى جذع الشجرة ومن ثم ينتشر في كامل الشجرة. إحدى المسائل التي اهتممنا بها كانت كيف نشخص المرض بمجرد ظهوره. كنا قبل نتسلق الشجرة لنحصل على العينات، الأمر الذي يمكن أن يعرضنا للخطر وأيضاً يؤذي الشجرة. أما الآن فقررنا استخدام الطائرات دون طيار لقطف العينات من أعلى الشجرة. لذا زودنا الطائرة بشفرات يمكنها أن تقطع بعض الأوراق من قمم الأشجار. حينها تتساقط الأوراق ونحن نقوم بالتقاطها أو تبقى عالقة في شفرة الطائرة. ولما نحصل عليها نقرر ما إذا كانت الأوراق مصابة أم لا. هل هناك عدد معين للأوراق أو العينات التي يمكن لهذه الطائرة أن تلتقطها في رحلة واحدة، أم يمكن لها أن تقوم بمهام متعددة مثلاً؟ إذا تمكنا من قطع غصن كامل نقوم بتحليل جميع تلك الأوراق دفعة واحدة، أي هناك إمكانية الحصول على عدة عينات دفعة واحدة. دعينا نذهب ونرى كيف تعمل بالضبط. أهم ما في الأمر هو نظام الملاحة الذي يمكننا من التحكم في الطائرة. كما أخبرتك قبل بدء التصوير، الرياح يمكن أن تؤثر بشكل كبير، لكن يبدو الأمر جيدا الآن. لنذهب ونرى معا. إذن داليا، هذه الطائرة التي تحدثنا عنها وقد قمنا بتعديلها من عدة جوانب. مثلا أضفنا أقواس الأمان هذه، وبهذا الشكل فإن شفرات الطائرة لن تعلق بالشجرة وتنكسر. كذلك أضفنا هذه العصا ذات الشفرة المعقوفة لقطع الأغصان، ومن ثم لدينا هذه الكاميرا التي تسجل رحلة الطائرة بالكامل. كما يمكن أن نرى بعض الأمراض على الأوراق حتى قبل التقاطها. Okay, we got our sample now. Now we can go to the lab and process the sample for the presence of the disease that we're looking for. استغرق بعض الوقت التقاط هذه العينات من الشجرة. Yes, but you know, still using the drone. نعم، لكن لا يزال استخدام الطائرات هذه أسرع بكثير من الطرق التقليدية. وبمجرد حصولنا على هذه الأوراق يمكننا تحليلها للحصول على صيغة الحمض النووي. كما نرى فإن كل ورقة شجر وضعت في أنبوب ليتم تحليلها.
إذن هذا هو مسبب الموت المفاجئ للسنديان الذي قضى على عدة ملايين من هذه الشجرة في ولاية كاليفورنيا. وما وجدناه في مخابرنا هو أن الكثير من الأشجار كانت مصابة بالمرض، إلا أن الجراثيم لم تنمو أثناء مراقبتنا لها في طبق الكائنات الحية الدقيقة أو ما يعرف ببتري ديش، وإنما كانت في مرحلة كمون. لذا قررنا أن نستخدم تقنية الدي ان اي لتشخيص وجود مسبب المرض عبر هذه الأجهزة. ويتم تشخيص المرض عن طريق ضوء الليزر الذي يمسح هذه الأنابيب، وفي حال وجود إصابة سيضاء المسبار بحيث تظهر النتيجة في الوقت الحقيقي على الشاشة. كما نرى هنا كل خط هو انعكاس لعينة ما، هذه الخطوط كلها أعطت نتائج إيجابية، أما تلك التي لم نجد فيها جراثيم فقد أعطت نتائج سلبية. لكن بالنسبة للأشجار المريضة بعد تشخيص المرض، هل يتم علاج هذه الأمراض؟ فعلا لا يمكنك معالجة شجرة بعد إصابتها، لكن يمكنك أن تمنع انتشار المرض حولها. هنا سأريك البيانات المتاحة على الإنترنت والتي يمكنك رؤيتها إذا استخدمت جوجل إيرث. الخارطة تظهر الأشجار التي تم مسحها، النقاط الخضراء تدل على الأشجار السليمة، بينما الحمراء تدل على وجود إصابات. كما ترين ينتشر المرض حتى جنوب أوريغون. هذه الخارطة متاحة كذلك على الهواتف النقالة في تطبيق موبايل سب ماب. التطبيق يظهر لك مكانك والأشجار التي تم فحصها من حولك. في منطقة بيركلي مثلاً كل نتائج الفحوص كانت سلبية، لكن إذا ضغطت على زر الخطر سيخبرك التطبيق عن احتمال انتشار المرض هنا، وهو احتمال متوسط لتواجد بعض الأشجار المصابة في تلك المنطقة، وبالتالي الناس ستدرك أن أشجار السنديان الخاصة بهم قد تصاب، وهذه الأشجار ذات قيمة كبيرة هنا، وبالتالي سيحاول الناس وقايتها. لكن أرى أن هذا التطبيق متاح للعامة، إلى أي مدى يوجد وعي هنا لدى السكان المحليين في كاليفورنيا حول أمراض الأشجار وكيفية تجنبها؟ في شمال كاليفورنيا الناس واعون بما فيه الكفاية، لكن عادة ما يزداد الوعي عند حصول جائحة ما في الفصول الماطرة. نحاول جادين توعية الناس ليفهموا أن بإمكانهم فعل شيء قبل إصابة أشجارهم، والتكنولوجيا ساعدتنا على نقل المعلومة من الغابة إلى المخابر ومن ثم إلى شبكة الإنترنت بسرعة فائقة لتوعية الناس. شكراً ماتيو على هذه المعلومات. إذن طلعنا في هذه الجولة القصيرة التي قمنا بها اليوم هنا في جامعة كاليفورنيا على التقنيات المستخدمة في التقاط الأوراق أو العينات من الأشجار لتشخيص الأمراض. أطلعتنا هذه التقنية على كيفية تسريع عملية تشخيص الأمراض وبالتالي تجنبها في الأشجار المحيطة. العملية كلها استغرقت حوالي 3 ساعات اليوم، بينما عادة كانت تستغرق أكثر من 3 أسابيع. خلال عام 2015 قدمنا لكم أكثر من 150 تقريراً من العشرات من الجامعات، المختبرات، المعارض والشركات حول العالم. نعدكم بأن نواصل نشاطنا خلال عام 2016 ونقدم لكم أحدث التكنولوجيا والابتكارات، على أمل أن تعدوننا أنتم بالمتابعة الدائمة والتفاعل المتواصل عبر صفحتنا على فيسبوك بي بي سي فورتك وحسابنا على تويتر @BBC4Tech. مني، من داليا، أنيس وجميع فريق البرنامج، كل عام وأنتم بألف خير.